أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي رصد موقع جديد أنشأته ميليشيات حزب الله لإنتاج الصواريخ الدقيقة بمنطقة البقاع شرق لبنان في أحدث حلقات التوتر بين الطرفين. وأوضح بيان للجيش أن المنشأة شيدت في السنوات الأخيرة لإنتاج الوسائل القتالية بقيادة إيران وحزب الله، مشيرا إلى أنه جرى أخيرا رصد عمليات إضافية تهدف لاستخدامها كموقع لإنتاج وتحويل الصواريخ لتصبح أكثر دقة. وتابع البيان أنه جرى أيضا إنشاء خط إنتاج للأسلحة الدقيقة، هذا ويتم نقل المعدات الخاصة والحساسة إلى الموقع.